السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في دار جديد من دروس ديال بروميير اني كوليج. اذا هذه الكورس اون لابيل دووا روما كارل دو تريون او ما يسمى بالمستقيمات هذا المثلث. هذا الكور كيقراو بروميير اني كوليج اي دوزيام اني كوليج. حتى الكور كوما كيتعاود فقط كاين واحد الفقره ديال الميديا كيقراوها الثامنه وما يقراوها السبعه، ولكن هذا ما كيعنيش انه ممكن يقراو حتى بروميير اني بارفوا سا ديبون لو بروف واش يقريها لك ولا لا. إذن أنا حاولت رسم نفس المثلث باش نتعرفوا على مستقيمات كل شيء. غادي نبداو هو الأول نشرح شنو هو، إذا نشوف واش كيبان هنايا. هي صافي، إذا نبدا نشرح شنو هو بيسيكتريس أو منصفات. باختصار منصفات هو أنه كنمشي الزاوية وكندير النص ديالها، هذا هو بيسيكتريس. مثلا نفترض أنا عندي هنا في لونغ، عندي مثلا هنا زيرو إلى آخره، عندي 70 75 مزيان. إذا 75 مقسومة على جوج، إذا كتعطيني 37.5. إذا كندير 37، لاحظوا هي تقريبا هنا. إذا هذا هذا مستقيم، هذا كيتسمى بيسيكتريس دو تريونغل، هو أصلا منصف ديال زاوية، وكنعتبرو حتى بيسيكتريس ديال المثلث. شنو بيسيكتريس؟ هو باختصار بيسيكتريس دو تريونغل هو منصف إحدى زوايا المثلث. يعني لاحظوا قسمت الزاوية على جوج، عندي هاد الزاوية كانت تقريبا 75، قسمتها عطاتني 37.5. إذا هادي هو البيسيكتريس باختصار. إذا أي مثلث عندو طوا بيسيكتريس، هذا بخوميير بيسيكتريس. إذا طبعا إلا كترسم المنصف ديال هاد الزاوية عندنا هنا تقريبا 40، لو ميليو هو لو فير، إذا كنرسم النص هو عشرين. إذا وكذلك كاينة طريقة بالبركان باش تحدد المنتصف تنوريها لكم. إذا ها النقطة الثانية، إذا بما أن هاد لي دو بيسيكتريس كيعندهم لانتيغسيكسيون في واحد لو بوان، حتى هاد التالت هيدوز من هاد النقطة. هاد المنصف مغاديش يدوز هنا، مغاديش يدوز هنا، هيدوز هنا. لاحظوا غادي نتأكدوا، عندي هنايا 60 تقريبا، إذا 30، إذا لاحظوا جاتني هي هاديك دايزة هنا. إذا في هاد الحالة هذا حتى هو بيسيكتريس. وبالتالي الطريقة اللي كنستعملو مع البلون، إلا بغينا نديرو بركة، إلا عندك زاوية وبغيتي المنصف ديالها كدير إبرة هنا. لاحظو غنحاول ندير بحال هذا هو البركة، لاحظو كندير هنا نفس القوس، ثم هنا نقدر نبدلو في تعيرة صغيرة ماشي مشكل، كندير هكا ثم كديرها. إذا هاد النقطة ملي كتربطها مع هنا كتعطيك النص ديال هاد الزاوية. إذا نتمنى أن هاد لا ميثود واخا مكاينش لكم طا، أنكم فهمتوه بزاف. إذا هاد النقطة عندها واحد الميزة، هو أنه إلا حطيت لي بلو حطيت بركان كنلقى هي مركز الدائرة المحاطة بالمثلث. إذا في هاد الحالة كنقولو في هاد الحالة لو سونتخ ديال لو تخيونغل، لو سونتخ دو سيركل، سيركل انسكري، سيتادير هاد الدائرة هي لي ضايع فيها المثلث. راه ماشي ساهل نرسم لك أي مثلث ونقاليك تقول لي نقول لك القى لي المركز ديال الدائره. نقدر نرسم دوره كتمس هنا ولا تمس هنا، ولا تمس ليا الراس ولا تمشى للراس. اذا باش تمس ليا لي تروا كوطي خصني نرسم لي بيسيكتريس. الانترسيكسيون ديال هاد لي بيسيكتريس كيعطيني واحد النقطه اللي هي المركز ديال الدائره المحاطه بالمثلث، اذا سونتر دو سيركل انسكري. اذا هذه هي باختصار مزايا ديال البيسيكتريس. اون فوا فوا مالتونو لي ميدياتريس. شنو هو لي ميدياتريس؟ هو الذي يمر من لو ميليو ديال لا دغوات وفي نفس الوقت اورطوغونال عليه. يعني مثلا هذا خدا المستقيم بي سي، مثلا شحال القياس ديالو؟ تقريبا 2.8 2.8، النص ديالها هي 1.4. وفي نفس الوقت كنرسم مستقيم اللي هو عمودي، هانتوما. اذا لاحظوا، اذا هذا هو لو ميدياتريس. إذا لو ميدياتريس دو تريونغل هو لو ميدياتريس ديال أحد أضلاعه. إذا بما أن المثلث عنده ثلاثة ديال الأضلاع، أكيد عنده طوا ديال لو ميدياتريس، وأكيد حتى هما غيتلاقاو ليا في نقطة وحدة. غنشوفو عندنا هنا أن بي، إذا عندنا 1.2، إذا 0.6 تكون هنا، وفي نفس الوقت ستة عمود خصو يكون عليه زاوية قائمة. إذا فوالا، إذا لاحظوا، إذا عندي هنا زاوية قائمة وهنا زاوية قائمة. إذا أكيد هاد لو ميدياتريس التالت
اذا هيمر من هذا النقطه هذه حنا دابا درنا ديال هذا المستقيم ديال باقي لينا ديال هذا اذا نفس الشيء النص شحال فيه 2.6 اذا تقريبا 1.3 هنا ثم عمودي لاحظوا هانتوما شوف سبحان الله جاتني في نفس النقطه اللي تقطعوا فيها دوك الجوج شفتوا اذا شاك تريونغل ا 3 ميجاتريس اذا في هذه الحاله عندي الفيد تعتذر هذا الطبق ودي اشغل هذه الفترات كيتقادوا بالزرق اذا عندنا هذه النقطه هذه لاحظوا اذا هذه النقطه شنو هو المميز فيها اولا لاحظوا ان لي 3 ميدياتريس كيتقطعوا في نقطه واحده الا شديت البيركار ودرت القلم هنا غنلقى ان هذه النقطه هو مركز الدائره المحيط غتجيني غنرسم واحد الدائره دايره على المثلث وكتمر منها او من بي ومن سي إذن هي نقطة فريدة من نوعها بحيث أن هذه المسافة كتساوي هذه المسافة اللي هي الشعاع إذن كنقولو باختصار سونتر إذن أستسمح لي أنه ما عنديش بيركار لو أنه في هذه اللحظة عندي البيركار رسم واحد الدائرة غادي تخرج لي دائرة مقادة أنا رسمت هنايا بالزربة أكيد أنكم غادي تعاتبوني على هذه الدائرة ولكن أنا تقريبا شنقول لكم إذن تقريبا إذا تقريبا غادي تكون بحال هكا دائرة بحيث أن أ ودايزة في بي ودايزة في سي مزيان إذا هذا المركز هذا كنسميوه مثلا لو سونتر دو سيركل سيركونسكري اللي هي سيركونسكري يعني هي اللي دايرة على المثلث هذه المحاطة هي اللي المثلث اللي دايرة عليها هذه المحيطة هي اللي دايرة على المثلث صافي واخيرا غادي نشوفوا الارتفاعات الارتفاع باختصار هو انني كنشد نقطه ديال المثلث وكنجي ديريكت كندير لا بروجيكسيون لاحظوا سير ها فوالا اذا هذا كيتسمى ارتفاع هذا هو لا هوتور صافي لا ميم شوز الا بغيت تبي كنمشي نتبع فوالا هذا جاني قريب جاني دغيا فوالا ها ثم اذا بغيت ارتفاع المرمى السي واحد جاني حتى هو اذا التقاطع جاني في هذه البلاصه هذه جات الارتفاعات هذا ارتفاع هنا ارتفاع وهنا ارتفاع اذا لي 3 اوتور لانترسيكسيون ديالو هذه النقطه كتسمى اورتو سونتر دو تريونغل فهي اذا باختصار مركز تعاود المثلث اذا اورتو سونتر دو تريونغل صحيح اذا هذا هو ارتفاع المثلث وباختصار ثلاثه الارتفاعات كتلقاو في نقطه واحده اذا بالنسبه للمتوسطات بارفوا كيقراو بروميير اني كوليج بارفوا كيقراو غير دوزيام اني كوليج المتوسط هو كيدير بسيط كنشد بي سي مثلا كنعبر 3.2 مثلا هنا 3 اذا 1.6 ها النص اذا كنمشي ديريكت كنربط وسط مع وخا ما كايناش هنا زاوية قائمة هنا مثلا إلا ربطت خصو يكون إسقاط عمودي هنا مثلا خصو يكون كيدوز من الوسط وعمودي عليه هنا لا كنشوفو غير الوسط كنشوفو غير الوسط وكنديرو وكنربطو مع رأس المثلث المقابلة إذا في هاد الحالة مثلا الوسط ديال الأس سيكوا إذا تا هي تقريبا هادشي هنا إذا هانتوما إذا الوسط كيقسم ليا هاد المسافة على جوج ثم في نهاية المطاف قالت ليا وحدة هي هادي كندير الوسط عندي 1.8 دونك 0.8 إذا هنا إذا في هاد الحالة كيجيني التقاطع كله بلاصة وحدة شتو إذا التقاطع كيجيني بلاصة وحدة إذا هادي غالبا كنسميوها جي وكنسميوها سونتر دو غرافيتي غرافيتي دو تريونغل مركز الثقل سونتر دو غرافيتي دو تريونغل اذا دابا خصني نكون كنفهم شنو هو المنصف وكيفاش كيترسم شنو هو ميدياتريس وكومون لو ديسيني او سي لو هوتور او سي لو ميديان اذا اعيد منصف هو زاوية كنقسم على جوج واسط اللي هو ميدياتريس اذا خصو يكون عندي المستقيم كيمر عمودي وفي نفس الوقت كيدوز من الوسط خصني نحتار جوج شروط
عمودي وكيدوز في الوسط، عمودي كيدوز في الوسط، عمودي كيدوز في الوسط. ثم ارتفاع، اللي كيهمني في الارتفاع والدوغ هو انه كيف ما كان المثلث المهم كتشد ا كندير ديريكت الاسقاط العمودي بالكوز. والمتوسط لا، المتوسط هو عندك المثلث كتمشي تقلب على الوسط ديال هذا هنا وكتربطو مع هذا. اذا سي سا، اذا سونتر دو غرافيتي دو تريانجل او سونتر اورتو سونتر دو تريانجل ما عندوش شي مميزات بزاف، خاصه هذه اللي تشوفوها من بعد، ولكن اللي كيهمني بزاف هو لو سونتر دو سيركل سيركونسكري. اذا باختصار الى قال لك الاسره ترسم لي دائره ضيعه على هذه المثلث، اذا خاصك ترسم لي ميدياتريس، ماشي الا بدا ترسمهم بثلاثه، الا رسمتي غير جوج الله يجعل البركه صافي، راه الثالث دايز في ديك النقطه، دايز في ديك النقطه. جيسبر كو زافي بيان كومبري دو كو، ونتمنى انكم فهمتوا مزيان، ان شاء الله نجيبوا نقطه مزيانه، دمتم اوفياء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.